سافرت مع زوجك أو طليقك إلى نيجيريا ورزقت بطفلي زينب، لأنه قلتي لي بالأول إنه نشان جاي وعارفة حالي لوين جاي رح حيو. ليكي خليني يكون كتير واضح معك، هيدا الموضوع بالذات قصة زواجك وطلاقك وبنتك زينب كتير من الأوقات بتكون مثل كأنه في تركيز عليها، إنه بركي منحصل على دمعة من هيفا أو بركي منحصل على منزعجة. أنا ما بدي أزعجك، بس اليوم أنت وقتها تنطرح عليك هذه الأسئلة، صار عندك إجابات معلبة هيفا؟ يعني حدا إذا بيسأل عن زينب بنتك وقدي صار لك مش شايفتي ومحرومة منها إلى ما هنالك، أنت صار عندك إجابات معلبة بتقولي إنه بس يسألوني هيك هيك رح رد؟ مين قال إنه كل سؤال لازم يكون له جواب؟ مين يعني إذا أنتوا إعلاميين وقاعدين بمحل بتفكروا إنه فيكم تسألوا اللي بدكم وتسمعوا الجواب على كل سؤال بدكم إياه، أنتوا كتير غلطانين. برافو. أنتوا خدتي ملكة جمال الجنوب وشاركتي بمسابقة ملكة جمال لبنان، بس ما كنتي حلوة قد هالقد، ما كنتي حلوة. أولاك؟ خبرة، تجارب. خبرة وتجارب. بسأل. ما في كفي هيك إسا، مش رح ترد على أي سؤال. أنا بذكر كتير منيح لما تم انتخابك، كنت الملكة وقلتي داخلكم ما اشتقتوا أو ما اشتقتوا لجورجينا رزق جديدة، بتذكري؟ إيه كنت هبلة كتير بهالجواب. بتعرف حدا علمني أقول هيك. هيك صغيرة وبتعرف بوقتها هيدي الأمور كانت كتير تعني لي. مين علمك تقولي؟ حدا من أصحابي. كله منك مشوه. مشوه. حكيتي عن الأصدقاء، قلتي في صديقة اللي أو صديقة قالت لي. صديقة قالت لي اسمه. اليوم تقولي أصدقاء بالمطلق الكلمة. شوف وقت أقول أصدقاء كل شيء تقيل بالحياة وكل شيء قلقني وزعجني من كل شيء. بس اتذكر حدا من اصحابي الحقيقيين ما كانه في شيء زعجني. في مزورين؟ مزورين؟ او مش حقيقيين؟ اليوم بيطلع لك ناس قراب لك مزورين، كيف اذا ناس بعاد؟ عندك حصانه عاطفيه اليوم؟ اي اكيد، هيدي اكثر شغله، اكثر شغله عندي اياها وبوفره، يعني عندي اياها كثير. دمعتك قاسيه اليوم؟ هيدي العادة ما كانت تخلص مني. ليه؟ هيك إحساسي دغري بيطلع على عيوني. خاصة بس تكوني ببرامج تلفزيون، يعني بس تكوني محاطة بإضاءة وأنت سهل تستفزي هيفا؟ مش قصة إضاءة. لكن فيني كون عم بحضر فيلم يأثر شي مشهد فيه.